الناس بيوتها من ازاز وبتحدف الناس بالحجاره. الواحد من دول يكون فيه كل العبر ويتكلم عن فلان ويسخر من فلان. تعالوا النهارده نشوف الموضوع ده مع الناس في الشارع، يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام بخير. ازيك يا عسل؟ الحمد لله. سنه كام؟ 6. جاهزه بقى خلاص، انا شايف الشنطه والزمزميه ولا مش عارف بتسموها ايه؟ التمرين جوه لسه. لسه الدراسه يعني؟ لسه ما بدأناش. لا لسه. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب او بالحجاره. صح. يعني ايه المثل ده؟ يعني كل واحد فينا في عيوب، وانا ممكن اشوفش العيوب اللي عندي بس اواجه بيها حد تاني وتكون فيا انا، فانا بدل ما اقول لحد يعني اسكت وخلاص. كلنا مليانين عيوب لاننا بشر بطبيعه الحال. اكيد طبعا. لكن في ناس بنشوفها ما بتسكتش، بتفضل تقطع في الناس. ما بيصدقوا يشوفوا مصيبه او كارثه او فلان اتفضح ويفضلوا ينزلوا فيه زي ما بيقولوا ايه، التقطيع. تقطيع. تقول ايه للناس دي؟ لا يعني كل واحد يبقى في حاله وافضل له، يعني زي ما انت بتتكلم على حد، حد هيتكلم عليك، فانا اسكت عشان محدش يتكلم عليا. وانت يا شاطر تتكلم على حد، تعالي جنبي كده. لو شفتي حد مثلا بيعمل حاجه غلط تنصحيه ولا بتفضلي تهاجمي فيه وتقولي ده فلان عمل وفلان سوى؟ لا طبعا بنصحه. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. في مثل بيقول اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. أيوة. يعني ايه المثل ده؟ يعني ما يبقاش حد مليان عيوب ويتكلم في عيوب الناس، يعني ما تسيب كل واحد في حاله، يعني او ما نمش او ما نجيبش سيره حد بالوحش كده. في حد معصوم من الغلط؟ لا طبعا كلنا مش معصومين من الخطأ. الفرق بيننا وبين اللي اتشال من عليه الستر ايه؟ ان احنا لسه مستورين. طبعا كلنا مليانين عيوب. الحمد لله كلنا فينا عيوب، ما فيش حد كامل الا ربنا وحده. زي ما قلنا من شويه، ناس يكون فيها كل العبر وتفضل تتهم ده وتشرط في ده. كله عيوب، اكيد في عيب، يعني اكيد مش هيبقى انسان كامل، اكيد في عيب، فما يتكلمش على عيب حد تاني. كل واحد ربنا ساته فيسيبه بقى بعيوبه، كل واحد ادرى بنفسه. كل الموضوع بس ان احنا نبص في المرايه. ايوه طبعا. نعرف ان احنا بشر وبنغلط. ايوه اكيد هنغلط. صح اكيد طبعا. ولو شلنا الستر من على حد وساعدنا في تسويق سمعته، نستر الناس، احنا نستر مش نفضح، ده ربنا اللي امرنا بكده. يعني حصل معاك موقف زي كده قبل كده؟ غلطت في حاجه ولقيت ناس بتساهم، او زي ما بيقولوا يعني وقعت فكترت السكاكين؟ لا، هو لو وقعت كترة السكاكين دي طبيعي، ده اصل ما فيش حد ما بي يعني، هتلاقي الناس بتحبك هتقف جنبك، والناس بقى ما بتصدق لما انت تقع. لو انت مثلا واحد كويس هتلاقي السكاك كلها، بس هتعرف ساعتها مين بقى معاك ومين ضدك. على قد ما السكينه هتوجعك على قد ما هتعرف برضه. بترد لهم الضربه؟ يعني هي الضربه هتعلم. لا انت بترد لهم الضربه؟ ما انا لازم ارد. ما في ممكن ما تقولي لا انا بسيب ربنا ياخد حقي. ما هو ربنا ياخد حقي، بس انا لو اقدر اخد حقي انا لازم اردها، مش هردها بنفس طريقتهم واشمت فيهم وكده، لا مش نفس الطريقه، بس هردها ازاي؟ باسلوب، اساليب ثانيه كتير. يعني اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ها؟ بالطوب. بالطوب. واحنا بيوتنا من طوب ولا من ازاز؟ اي حد معرض يبقى بيته من ازاز في اي وقت. حلو الكلام، مظبوط. فيعني اتعرضت لموقف قبل كده، وقعت في ورطه قبل كده، او غلطت غلطه ولقيت ناس عماله تشمت وتتكلم وتعمل الحاجات دي؟ اكيد، يعني اكيد الواحد بيقع في اي مواقف، بس بحسب الناس اللي حواليك. لو الناس اللي حواليك يعني بيبقوا متفاهمين وبيبقوا فاهمينك، مفيش حد بيتكلم. لا انا اقصد حصل معاكي موقف وناس ضايقتك وزعلتك بسبب ان هم قعدوا يشمتوا او يعدلوا او يسخروا مثلا؟ لا الحمد لله ما حصلش. لا الحمد لله. ولا انت شاركتي في حاجه زي كده؟ لا خالص طبعا. فعلا؟ لا طبعا. العروسه الصغيره حصل معاكي موقف شبه كده؟ اكيد بيحصل. اكيد. منك ولا من حد تاني؟ لا مش مني ولا من حد تاني. حد قبل كده عمل معاكي موقف؟ لا يعني لو حد غلط في حاجه او كده ما حدش بيسكت، بيتكلموا يعني اكيد وكده. بترد لهم المواقف دي ولا بتسكتي بقى وتسلمي وتسيب الامر بقى لله هو اللي يجيب حقك؟ لا طبعا بسيبه لربنا يعني، بس لو جالي موقف زي ده يعني ما محبش ارد ده يعني. هتتعدل واحوالك.